معلومة طقسية: برامون عيد الميلاد المجيد. طقس صلوات اليوم سنوي. الصوم: يصام صوماً انقطاعياً ولا يؤكل فيه سمك. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 12. النوم: القراءات تقرأ فصول برامون عيد الميلاد. الألحان: جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك ولدت جي أوف ماسك، بالإضافة إلى ألحان البرامون. القسمة تقال قسمة عيد الميلاد. الأوشية الموسمية: الزروع والعشب. التوزيع: المزمور 150 باللحن السنوي، ثم قطعة خاصة بالبرامون. ختام الصلوات كختام عيد الميلاد المجيد في إيت أوف مصر الذي ولد. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 28 من شهر كيهك المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا آبائي وإخوتي، آمين. رتبت الكنيسة المقدسة أن يكون اليوم برامون عيد الميلاد المجيد، وكلمة برامون يونانية الأصل، معناها الاستعداد للعيد، وتعني هنا الاستعداد لاستقبال ميلاد الرب بصوم انقطاعي فوق العادة. ونسأل مخلصنا الصالح أن يطهرنا من خطايانا واجعلنا أهلا لاستقبال ميلاده العجيب، استقبالا روحيا لائقا له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس، أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية، استشهد 150 رجلا و24 امرأة. كان هؤلاء يعبدون الأوثان في مدينة أنصنة، وهي حاليا على الشاطئ الشرقي للنيل مقابل ملوي. واتفق حضورهم إلى دار الولاية، فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السرياني بأن تحمى مسامير في النار وتوضع على عينيه. وفي الصباح عندما أحضره الجند، كان هؤلاء الرجال والنسوة حاضرين، فرأوا عينيه سالمتين، ثم صاحوا بفم واحد قائلين: نحن مؤمنون بإله القديس بولس. وتقدموا أمام القديس طالبين أن يصلي من أجلهم، وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح، فأمر بقطع رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركته على جميعنا، معك الرئاسة في يوم قوتك، في بهاء القديسين، من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك، اللي إيه
العداس فصل من بشارة معلمنا مارل قلب شير بركاته على جميعنا. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إسكان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلدا، فولدت ابنها البكرى وقمطته وأضجعته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح. الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزودي، وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في العالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض، لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي.
وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على ما كل ما سمعوا ورأوه كما قيل له. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الأحد أمين. تحل علينا بركته من الآن وأبد الأبدين أمين. اليوم أيها الأحبة 28 كهك 1737 شهداء 6 يناير 2021، بتحتفل الكنيسة بتذكار برامون الميلاد المجيد، كمان بتحتفل باستشهاد 150 رجل و24 امرأة من مدينة أنصنة سنة 20 شهداء 304 ميلادي. رتبت كنيستنا المقدسة البرامون لعيدي الميلاد والغطاس دون سواهم من باقي الأعداد، زي ما بيقول كده علماء أبائنا من علماء الكنيسة الأولين، لفضل هذين العيدين على سائر الأعياد جميعا. فالعيد الأول هو عيد الميلاد لفرح السمائيين والأرضيين بميلاد المخلص، والعيد الثاني هو عيد الغطاس لظهور الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. بالنسبة لكلمة برامون، الكلمة في الأصل يونانية الأصل تعني الاستعداد فوق العادة، وهنا بتعني الاستعداد لاستقبال ميلاد رب المجد يسوع المسيح بصوم انقطاعي تام بدون أكل سمك حتى الغروب. القاعدة الطقسية للبرامون هو أنه يكون يوم قبل العيد زي سندنا كده السنة 2021. كمان ممكن البرامون بياخذ شكل يومين ويأتي يوم الجمعة والسبت لو كان العيد يوم الحد زي سنة 2018-2024، وممكن ياخذ شكل 3 أيام صيام زي الجمعة والسبت والحد لو جه العيد يوم 2 زي سنة 2019-2030 ميلادي. لكن بنلاحظ أن في الحالات أنه ياخذ شكل يومين أو ثلاثة، إن البرامون الفعلي هو يوم الجمعة، هو الصيام الانقطاعي، عشان الكنيسة ما بتصومش الصيام انقطاعي سواء السبت أو الحد. كمان قراءات 28 كهك للبرامون بتتقري في اليوم أو الثلاث أيام أو اليومين بحسب ما يأتي البرامون حتى لو جه يوم حد. بالنسبة لقراءات اليوم أيها الأحبة، 28 كهك دي من القراءات الأساسية في القطمارس السنة والأيام، واللي بيعتبر القراءة رقم 27 من القراءات 70 قراءة أساسية في القطمارس السنوي الأيام، واللي ما بيتكررش غير في أيام البرامون سواء أخذ يوم أو يومين أو ثلاثة زي ما قلنا. شهر الكهك فيه 5 قراءات أساسية اللي هم 22 و23 و28 و29 و30 كهك. 28 كهك هي القراءة الأساسية الثالثة من ضمن 5 قراءات أساسية لشهر كهك المبارك. قراءات اليوم، مجمل آيات قراءات اليوم حوالي 110 آية، بتبدأ من مزمور عشية وحتى نهاية إنجيل القداس، بتأتي من 6 أسفار كتابية هم سفر المزامير، إنجيل معلمنا متى، إنجيل معلمنا لوقا، سفر أعمال أبائنا الرسل، رسالة القديس بولس الرسول لأهل غلاطية، والرسالة الأولى للقديس يوحنا الحبيب. كلها بتدور حول موضوع واحد وهو التجسد والفداء اللي هو رأس الكنيسة رب المجد يسوع المسيح، وأحد أعياده الكبرى اللي هو برامون الميلاد المجيد. بنبدأ بمزمور عشية. مزمور عشية بيجي من العدد 2 وعدد 23 من المزمور 50، بيتكلم فيه مزمور عشية عن مجيء المخلص من الست العذراء، واللي بيرمز لها في المزمور بمدينة صهيون، وكمان بيشير إلى ما جاء في فصل الإنجيل عشية من سلسلة أنساب المسيح. فيقول المزمور كده: من صهيون حسن بهاء جماله، الله يأتي جهارا وهناك الطريق حيث أريه خلاص الله. في إنجيل عشية بيجي الإنجيل من الأعداد 17 الأولى من إنجيل معلمنا متى صح الأول، واللي بيتكلم عن سلسلة الأنساب، ويختم القديس متى قوله: جميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا،
ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. وفي باكر يأتي المزمور باكر من العدد 1 والعدد 2 من مزمور 76، وبيتكلم عن ما جاء بالفصل إنجيلي طبعا إنجيل باكر من حبل العذراء مريم، واسم من حبلت به وهو عمانوئيل، وأن هذا الحبل تم من الروح القدس. فيقول المزمور كده: الله ظاهر في اليهودية عظيم هو اسمه عمانوئيل، صار موضعه بسلام ومسكنه في صهيون. بعد كده إنجيل باكر الأعداد الأخيرة من الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا متى من عدد 18 لعدد 25، وبيتكلم عن الحبل بالمخلص من الروح القدس، ودليل ذلك طبعا قول الملاك للقديس يوسف النجار: لا تخف أن تأخذ امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. في القداس بيتكلم عن التجسد والفداء في أربع عناصر رئيسية في رسائل البولس الكاثوليكون الإبراكسيس وبعد كده الإنجيل. فبيتكلم عن غاية التجسد، وبعد كده الهدف من التجسد أو الدافع إلى التجسد، وبعد كده بيتكلم عن الوعد بالتجسد ثم بيكلل بميلاد المخلص. ففي البولس الأعداد 33 من عدد 15 لعدد 18 من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا إصحاح 3 و4 بيكلمنا عن غاية التجسد وهو الفداء والخلاص والتبني والميراث. فبيقول كده القديس بولس الرسول: هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا: يا أبا الآب، إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. ثم الكاثوليكون بيأتي من الأعداد 14 الأولى من الرسالة الأولى للقديس يوحنا الحبيب إصحاح 4، ويتكلم فيه عن الدافع للتجسد هو محبة الله للبشر. فبيقول كده الكاثوليكون: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. ثم بيوصينا القديس يوحنا الحبيب بمحبة بعضنا بعضا قائلا: إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. بعد كده يأتي الإبراكسيس الأعداد 13 من عدد 13 لعدد 25 من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار إصحاح 13، فبيتكلم عن الوعد بالتجسد، إذ بيبين القديس بولس الرسول في خطابه للإسرائيليين أن يسوع المسيح قد جاءهم مخلصا. فبيقول كده عن داود: من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. بعد كده بتكلل قراءات اليوم أيها الأحبة بمزمور وإنجيل القداس. يأتي المزمور من العدد 3 مزمور 110، واللي بيشير إلى قول أشعياء النبي عن ميلاد المخلص: وتكون الرياسة على كتفه، وإلى زور طبعا الملائكة للرعاة وولادة المسيح ليلا. فيقول المزمور: معك الرئاسة في يوم قوتك، في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أما عن إنجيل القداس والحبة فيأتي من الأعداد 20 الأولى من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الثاني، واللي بيتكلم فيه عن ميلاد المخلص، ودليل ذلك قول الكتاب: فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المدود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. بعد أن تأملنا أيها الأحبة في ترابط القراءات من أول إنجيل مزمور عشية إلى إنجيل القداس، دعونا نتكلم دلوقتي عن سبب اختيار الكنيسة المقدسة لفصول الإنجيلية الثلاثة التي لعشية وباكر والقداس. أول ملاحظة نلاحظها أن إنجيل باكر وعشية الاثنين هو مجموعهم كده بيساوي إنجيل معلمنا متى الإصحاح الأول. إنجيل عشية أخذ 17 عدد الأولانيين من عدد 1 لعدد 17، وبعد كده إنجيل باكر أخذ 8 أعداد الأخيرة من عدد 18 لعدد 25. نبدأ بإنجيل عشية، بيتكلم فيها عن سلسلة أنساب المسيح له كل مجد. لما نسأل نفسنا إيه أهمية ذكر سلسلة أنساب المسيح في إنجيل متى، نلقى أن أول سبب بتشير إليه أهمية ذكر سلسلة الأنساب دي إن بتؤكد على حقيقة التجسد الإلهي. لأن في القرن الأول ظهر بدع كتيرة جدا بتطعن في عقيدة التجسد المسيحي وإن المسيح أخذ جسد حقيقي. أهم هذه البدع هي البدع الغنوصية، واللي انتشر أدمعها في القرن الثاني بتؤكد على حقيقة التجسد الإلهي إن المسيح أخذ جسد حقيقي شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. السبب الثاني هو إن القديس متى كتب إنجيله إلى اليهود واللي كانوا منتظرين المسيح. فالقديس متى في ذكر سلسلة الأنساب أراد أن يعلن أن يسوع المسيح هذا هو المولود، هو المسيح المنتظر. عشان كده نلقى أن هو بدأ سلسلة الأنساب بقوله: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. وفيما يخص أنه ذكر اسمين بس في سلسلة الأنساب بشكل مركز هما داود وإبراهيم، بيوضحها القديس جيروم
بان القديس متى اراد بذكر الاسمين دول بانه يعلن صراحه ان دول بالذات هم اللي اخذوا الوعد من الله بميلاد المخلص. فمثلا في تكوين 22 ايه 18 نجد الله بيخاطب ابراهيم بيقول له ويبارك في نسلك جميع امم الارض. وفي مزمور 132 ايه 11 نلقى الله بيكلم داود يقول له من ثمره بطنك اجعل على كرسيك. كمان القديس متى اراد بذكر سلسله الانساب أن يعلن أن هذا الملك المولود هو ابن أعظم ملك يفتخر به اليهود، جاءهم متخفياً متخلياً عن كمال مجده ليدخل أو ليسمح لإبليس في الدخول معه مع معركة كسائر البشر ويعطوا النصرة فيها للجنس البشري. فما أروع قول القديس يوحنا ذهبي الفم لما قال كده سمح لنفسه أن يكون ابناً لداود ليجعلك أنت ابناً لله، سمح أن يكون عبداً أباً له ليجعلك أنت أيها العبد الله أبا لك، ولد حسب الجسد لتولد أنت حسب الروح. كمان ذكر سلسلة الأنساب بتؤكد أن المسيح جاء من نسل إبراهيم أب جميع الأمم، واللي أخذ الوعد بأن البركة تحل عليه في جميع نسله. علشان كنا نلقى أن المسيح جاء في ميلاده بركة لجميع الأمم مقدما أبوة فائقة لكل من قبلهم، كقول القديس يوحنا في مطلع إنجيله الأعداد 12 و13 لما قال أما الذين كل من قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله أي المؤمنون باسمه الذين ليسوا ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد بل من الله. نلاحظ كمان في سلسلة الأنساب أن سلسلة الأنساب طبعا جاءت خاصة بالقديس يوسف النجار، مع أن المسيح طبعا ليس من زرع يوسف. نلقى أن طبعا أن حسب الشريعة الموسية الشخص منتسب للرجل وليس للمرأة. وكمان نلقى كمان الست العذراء أعطت للقديس يوسف النجار مكانة وكرامة الأب بالنسبة للسيد المسيح في قولها هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. أما فيما يخص اختيار الفصل الإنجيلي في إنجيل معلمنا في باكر وهو الأعداد الثمانية الأخيرة، الكنيسة اختارته للتأكيد على أن الحبل هو من الروح القدس، ودي حاجة مهمة جدا الكنيسة بتعلنها باختيار هذا الفصل الإنجيلي بدليل قول الملاك ليوسف النجار لا تخف أن تأخذ امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. أما أحباء عن اختيار فصل إنجيل القداس واللي بيأتي الأعداد العشرين من الإصحاح الثاني من إنجيل معلمنا لوقا، نجد أنه طبعا بيتكلم عن ميلاد المخلص وزيارة الرعاة للمسيح في نفس ليلة الميلاد بدليل قول الملاك اليوم ولد لكم مخلصا وهو المسيح. نجد أن اختيار هذا الفصل الإنجيلي بيتضح لنا جليا لما نحطه قدام فصل إنجيل القداس غدا بنعمة ربنا. هنلقى أن الكنيسة بتقرأ أول 12 آية من إنجيل معلمنا متى الإصحاح الثاني، واللي بيمثل زيارة المجوس واللي تمت بعد الميلاد بفترة زمنية حوالي سنتين بحسب الزمان الذي تحققه هيرودس من المجوس. ليه الكنيسة اختارت الوضع ده؟ الكنيسة طبعا اختارت اختيار الفصلين سواء للبرمون أو للعيد بالشكل ده ليس اعتباطا أو على سبيل الصدفة، ولكن بإلهام من الروح القدس. الكنيسة أرادت أن تعلن أن من نحتفل بميلاده غدا لم يبدأ حياته بميلاده كسائر البشر، فالمسيح الكائن قبل أن يولد من العذراء الأزلي منذ القديم، كقول الله كنا على لسان ميخا النبي في ميخا 5 آية 2 وأنت يا بيت لحم اليهودية لست الصغرى إذ يخرج منك الذي يكون متسلطا على إسرائيل مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فنحن يا أحبائي بنحتفل بميلاد رب المجد يسوع المسيح ليس عن سائر البشر كسائر البشر إن هو بدأ حياته بميلاده كسائر البشر، طبعا حاشا هذا الفكر، بنكمل اختيار الفصل ده للدلالة على أزلية الكلمة المتجسد. عشان كده لما بنقول في يوحنا 1 الكلمة صار جسدا، كلمة صار في اللغة العربية لا تعني معنى الصيرورة أو التحول أو التغيير، فليس عنده تغيير ولا ظل دوران كما يقول القديس يعقوب، فهو الكلمة المتجسد، نعني أنه اتخذ جسدا أي تلبس بالجسد، فهو أخلى ذاتي آخذا صورة عبد سائرا في شبه ناس. نسأل مخلصنا الصالح يسوع المسيح أن يطهر قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأنفسنا، يجعلنا مستحقين لاستقبال ميلاده العجيب استقبالا روحيا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين آمين.